لو عايز تعرف جبنا دي ازاي، جبناها بعجينة القرفة. ان شاء الله اول عجينة نستخدمها في مصر اهي، وان شاء الله وصف المكان هسيبه لكم. دي اول شغل بعجينة القرفة في الموسم الجديد. لو عايزين تعرفوا جبنا دول ازاي، شوف الفيديو الاخر. جبناها بعجينة القرفة، اول عجينة تستخدم في مصر ان شاء الله وطن العرب. اهو وبقية السمك اهو، دول اللي احنا جبناهم النهارده بالقرفة. طبعا انا هنزلهم في العشة تانية، اغسلهم في المية وخلاص على كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هجرب عجينة القرفة وهسيب لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله في اخر الفيديو دوت او في اول الفيديو دوت. احنا جينا سنة حبايبنا بعتونا هنا المكان دوت، انا باجي اصطاد فيه على طول، بس بقالي فترة كبيرة حوالي 4 شهور ما نزلتش هنا. فجاي هم جربوا العجينه دي امبارح، قلت لهم عليها اول امبارح، قلت لهم عليها وجم جربوها بفضل الله، خدوا هنا احجام حلوه عشان السمكه الجديده اللي نازله بعد السده الشتويه، لان السمكه اللي هنا اللي هي حاليا مش السمكه الاساسيه بتاعت المكان، دي سمكه نازله بعد السده الشتويه على طول. انا اهي العجينه اهي، بطعم العجينه عادي زي ما انتوا ما اغلبنا عارفين، معظمكم عارف التطعيمه دي. العجينه دي بتثبت على السن فتره كبيره جدا، بتبقى عامله زي اللي بان اهي، بعملها كده اهو بالمنظر ده، وبخلي الغماس بسرعه على وش الميه. عشان السمكة دلوقتي بتاكل على قاع الميه. هو المشكلة ان النهارده الجو اهو، فان شاء الله نحاول نصور على قد ما نقدر، نصور بقى وان شاء الله لو جت حاجة هوريها لكم. الحته دي بقالها شويه معانا، طب اسمع بقى بس. بقالها شويه، بقالها حوالي بتاع 3 دقايق معانا، عشان احنا لازم ما نخليهاش تفتح على طول، نجيبها كده. دي اول حته معانا اهي، ده طول السمك اللي هياكل معاك دلوقتي بكوره زي دي. فكرنا بالسنة اللي قبل اللي فاتت، السمكة دي نازلة جديدة، نازلة مع السدة الشتوية. ده الدكر بيفضل لونه يحمر كده لحد ما بياخد الرنج الأحمر بتاعه اللي هو المعروف. دي أول واحدة معانا اهي، الشباب اللي هنا أول امبارح هما اللي بعتونا هنا. معانا وان شاء الله اللي جاي احسن. ما شاء الله ايه دي بلعه، thank you.
ما شاء الله الناس اللي جت هنا المكان ده، انا هوصف لكم ان شاء الله، هخلي لكم اللوكيشن بتاعه، هخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف او في اول تعليق. المكان ده شغال بقاله اسبوع اهو، 10 على 10 شغال بالعجينه هنا، 10 على 10. اللي تاني ما بتاكلش هنا، اللي بياكل الدكر يا شباب. دي الحته الثانيه اهو، وفي ناس لسه هتيجي النهارده ان شاء الله، اخر النهار ما شاء الله. الحته الحته الاولانيه تحت اهي، دي الحته الثانيه اهي، عايز يعرف المكان لو يجي هنا يكلمني وانا هعرفه المكان بالظبط، لان المكان هنا اشتغل بقاله اسبوع حلو قوي. نص ساعة هي بتاكل، بس بياكل شغل صغير قوي. اهو من الثلاث حتت اهو، انا هرمي ان شاء الله رمية، لان كده هي طولت، هقطع شوية كده وهرميهم، هقطع كام حتة عجينة كده نظام كور صغيره كده اهو، وهرميهم وعشر دقايق كده وهنزل ارمي رميه كمان. جت معايا جت، ما جاتش خلاص على كده ايه، هقفل الفيديو، لاني اصلا كده كده مش عارف معاز ايه اللي جراله ولا التليفون فيه ايه. فهنرمي كده حوالي 10 حبات اهو، وهعرف لكم برده ان شاء الله الناس اللي هتيجي اخر النهار هنا هيعملوا ايه، وهكتب لكم كل ده في اول تعليق، وهكتب لكم وصف للمكان. المكان كل المكان شغال، هو بدأ خلاص، هو بدأ يشتغل دلوقتي، بياكل 10 على 10 بقاله قطع حوالي اسبوع اهو. هتنزل عليه بعجينة القرفة ان شاء الله يشتغل معاك 10 على 10. خليكم معانا، لو ما بصورش خلاص، اصل احنا طلعناه خلاص صور كده خلاص، بعد ما نطلع السما تحت. ادي حتة يا رجالة، حتة اهي كده اخر حاجه، انا كده همشي عشان دي اخر حاجه احنا جبناها الرابعه دي، هوريكم كلها، هوريكم كل في الاخر ان شاء الله وانا ماشي. انا كده شغال بعجينه القرفه، وباذن الله الناس اللي هتيجي هنا هتتصل بيا هتقول لي عملوا ايه، وهكتب لكم الوصف كامل ان شاء الله في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسناش في الاشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. احنا هنعمل عجينه جديده، عجينه القرفه، هو ده معادنا. جبت رغيفين شام صغيرين اهو، بس هجربها ان شاء الله، هي اول مره دي قرفه، شايفين دي قرفه ميه وميه، هجيب بيها العيش، عجينه بالطريقه دي، بحط الميه كده دي لحد ما يطلع عجينه. طبعا العجينه دي عجينه نفسها جدا، فيها الياف وفيها حديد، وفي كمان القرفه دي بيتعمل منها عطور دلوقتي، اقل نوع عطور فيها بيوصل لحوالي 1700 جنيه. بيستخدموها بره، بيجذبوا بيها الاسماك في الاحواض المفتوحه عشان ياكلوا في اماكن ضيقه. بفضل اعمل كده، وشغاله في كل الميات على فكره، شغاله في الميه العذبه وفي الميه المالحه، وان شاء الله برضو باذن الله هجربها النهارده معاكم، وهجربها في الميه المالحه. هي ريحتها كلها
نفسه جدا. ايوه بفضل اعجن فيها بالطريقه دي، هعجنها وهرجع لكم تاني اوريكم شكلها النهائي. اه يا شباب العجينه شكلها النهائي بيبقى كده اهو، اهي ريحتها كلها بقت قرفه ومعموله بالقرف كلها طبعا. هي بتبقى من المنظر ده. بتشتغل بقى بسن، انا بشتغل بسن رقم 6 او 7، في شغال انت ب8 ب9 شغال ب10 شغال كده اهو، بغطي السن كله طبعا. الترميله معظمكم عارفها. انا هرمل دلوقتي، هطعم دلوقتي وهرمي، وان شاء الله وجت حاجه هوريها لكم.